السلام اخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناه مصطفى باس، القناه اللي تشم باستعداد لمباراه التعليم. الا كانت اول مره كتفرج فيها ما تنساش دير ابوني وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، ودير جيم وشي كومونتير. الا عندك سؤال خليه لتحت في الكومونتير بالاكيد غنجاوبك. اللي ما تعرفش القناه هي قناه تشم سواء باستعداد لمباراه التعليم، سواء انت ترافقك في فتره التكوين تعطيك مجموعه من المعلومات اللي غتعاونك في فتره ديالك للدوزه في مراكز التكوين سي ام اف، سواء تعطيك معلومات ان شاء الله بعد التعيين في المدارس. داكشي علاش ما تنساش تابونا توصل بكل جديد. نبداو على بركه. كما تشوفوا الاخوان، الموضوع ديال الحلقه ديالنا اليوم هو الفرق بين الدراسه في مراكز التكوين سي ام اف، اما مراكز جاويه للتربيه والتكوين، والمدارس والجامعات. اخوان كاين واحد الفرق اللي غنتعرفوا عليه اليوم في الفيديو، داكشي علاش تبع الفيديو من الاول حتى الاخر باش ما توقعش مجموعه ديال الاخطاء اللي وقفها الناس قبل منا. نبداو على بركه. اول اختلاف الاخوان، انت فاش تكون في مراكز التكوين ماشي بحال تكون في جامعه. في مراكز التكوين خاصك تعتبر راسك استاذ، اما في الجامعه فانت طالب. دان اخوان التكوين باش نعرفوا المهمه ديالو هو يكمل لك المعلومات اللي ناقصك باش تمارس المهنه، في حين ان تكون عندك واحد امور اللي كنتي عرفتيها شحال هادي وانت على اطلاع بها، في حين انك في الجامعه تدير واحد السيروره تتبع واحد المسار لمعلومات اصلا ما كانتش عندك. الاختلاف الثاني اخوان، في مراكز التكوين انت استاذ، في حين ان في الجامعات والمدارس فانت طالب. دان اخوان من الاخطاء اللي تي وقفها بزاف ديال الناس انه هذيك التعامل اللي كان تيستعملو في الجامعات، ديك القيمه اللي كان عطاها لراسو في الجامعات تيجي في مركز التكوين تبدا يطبقها. هم اذا انا فاش نتعامل مع الاستاذ تنتعامل كاني استاذ، حيت تما فاش تكسب الشخصيه ديال الاستاذ اللي غترافقك طيل المسيره الدراسيه ديالك اخوان. اذا فاش تمشي الاداره تمشي كاستاذ، هذا هو التكوين، نتكون باش نولي استاذ. تمشي فاش تمشي نطلب شي ورقه تطلبها كاستاذ، حيت ماشي ساهل. تدستي وسط بزاف ديال الناس، تقريبا 5% من نسبة الناس اللي دوزوا دستي تا. اذا عندك واحد كومبيتونس، عندك واحد الباجاج اللي يمكنك باش تكون استاذ. ماشي ساهل تكون عندك قبل ذلك كاين اللي عنده ليسونس، كاين اللي عنده ماستر، كاين اللي عنده دكتور. اخوان من العيب والعار تعمد هذيك الطرائق استاذ. نتعامل باحترام ولكن في حدود، لان هنا هو تيبغيك استاذ، الاخر تيبغيك تكسب هذيك الشخصيه، يشوفك واحد الشخصيه ديال الاستاذ. وغاد تشوفوا هاد الامور في مراكز التكوين راه يقولوا لكم ما تبقاوش تعتبروا راسكم كتلاميذ، هنا غير التكوين استاذ مهمه ديالو توجهك. هي النقطه الثانيه في الاختلاف. ولا اخوان النقطه الثانيه في الاختلاف، ان مراكز التكوين تتكون، ان في المدارس تتدرس. فرق بين التكوين والتدريب، التكوين هو تهيئك باش تمارس واحد المهنه كما تيديروا في الشركات، يديروا واحد التكوين ديال شهرين 3 شهور لي زوفري جداد بحال هكا. اذا تكون عندك واحد الباكاج التكوين غير شي يكمل لك، تعطيك مهارات اللي غتساعدك اخطاء اللي تقدر توقع فيها باش تتجنبها. مجموعه ديال الامور المهمه ديال الاستاذ ديالك فيها هي توجهك، اما في التدريس فالاستاذ توجهك تعلمك جميع الامور الاخوان، وما فاش تسالي غير التخصص ماشي باش دير واحد العمل، وهذا تنعرفوه في ليسونس بروفيسيونيل. وهذا دوزوا الاخوان النقط الاختلاف التالية. نقطة الاختلاف التالية الاخوان هي ان في مركز التكوين المهمة ديال الاستاذ هو يوجه، اما في الجامعة فهو تيدرس. هنا تتبان المهمة ديالك في التكوين، خاصك تتقلب معلومات، تجمع اكبر عدد من المعلومات، تسول الاستاذ، تستغل الاستاذ خبرات اللي عنده تحاول تجمعهم. ديما في يدك واحد الكلي تجمع فيه مجموعة ديال الدروس اللي جمعتيها تتنظمها باش تكون عندك واحد داتابيز اللي تقدر تعاونك في المسار ديالك المهني وتمشي بكل سلاسه. حين ان في جامعه المعلومات تكون متوفره، الدروس متوفره، جميع امور متوفره، اما في مجال التدريس فالخبره غير متوفره سواء في يوتيوب ولا فيسبوك ولا جوجل. اذا اخوان فتره التكوين تكون قصيره، اذا تنحاولوا نستغلوها في اكثر الاشياء ممكنه، نستافدوا من الخبرات ديال الاساتذه، وما بالعكس فاش تبدا تسول على راسك تفرح. اذا بنادم يستغل فتره التكوين وما يعتبرهاش بحال الجامعه يبقى حتى الاستاذ يعطيه امتحان داكشي ديال الدراري الصغار. اذا هنا انت باش تكون واحد الشخصيه ديال الاستاذ اللي غتمشي معاك في البدايه ديالك ان شاء الله، حتى من بعد
وغتكون بذلك سواء أستاذ جيد لا أستاذ غير جيد، غتكسب واحد السمعة. إذا الإنسان كما بديتي كما تتسالي، هذه النصيحة ديالي ليكم. وندوزو نقطة الاختلاف الرابعة. ولا يا إخوان، نقطة الاختلاف الرابعة بالنسبة للجامعة تكون تدرسوا مجموعين، في حين أن فاش تخرجوا إن شاء الله كاين اللي تكمل ماستر كاين اللي تمشي يخدم تتفرقوا، في حين أنه في مراكز التكوين فكلكم تتخدموا نفس الخدمة تقوموا بنفس المهمة تتقريوا نفس الحاجة، كاين واحد نقاط اشتراك كبيرة. إذا من الأفضل تتحاول تحافظ على الاشتراكات ديالك مع الإخوان ديالك من نفس التخصص اللي تكونوا في نفس الجروب، في حين أنه فاش تدوزوا كل ما هو مهني استمر هذاك التبادل ديال الخبرات بينكم، يكون واحد التعاون واحد التآزر يمكنكم باش تندمجوا بشكل جيد وجيد في المهنة الإخوان وما تلقاو حتى مشاكل. هذا ما كان إخوان بالنسبة للفيديو، نتمنى أن الإعجاب ديالكم، ترقبوا فيديوهات قادمة اللي غندوي فيها إن شاء الله شنو هي مراكز التكوين، مدة التكوين، شنو هي الأشياء اللي تنقراو، الأمور كاملة غنتناولها في فيديوهات قادمة إن شاء الله. نتمنى الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، لم أبوني شي تأبونا وخلي جيم وش كومنتار كان عندك الساعة وخلي تحت كومنتار بالأكيد غنجاوبك. كان معكم أستاذ مصطفى رومي من قناتكم قناة مصطفى بيس، إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.